للأسف كان هو مشغول بالتنظيم ديال نهاية كأس العرش وفي اللجنة التنظيمية ديال الشام، ما كانش عنده الوقت باش يجلس في الخميسات ويسهر على العقد بيديه. للأسف كلف بعض المسؤولين في النادي أنهم يتبعوا معي هذه المراحل، ولكن للأسف أنا تفاجأت لأنني حسني صراحة كانت لأنني هزيت الصف ديالي وزيت حوايج ديالي متجه للخميسات للعمل. ملي وصلت عطاوني الساروت ديال لابارتومون ومشيت جلست فيها وحطيت حوايجي، مشيت للنادي باش نشوف العقد باش نمضيه. إذا بيا كنتفاجأ بأن العقد ما فيش دوك الحوايج اللي اتفقت بهم مع السي حسن نهائيا، وهذه في الشهادة ديال الوكيل اللي كان بيناتنا، والوكيل أكد هذا الكلام بأن ماشي هما دوك الحوايج اللي تفاهمنا عليهم. فاش اتصلنا بالسي حسن باش نصحوا هذوك الأمور، هذاك المسؤول ما نقدرش انا ندخل في النيه ديالو، واش هو ما اتصلش بشي حسن باش يصحح هذاك الشيء اللي في العقد، او لا تماطل في الاتصال وفي تصحيح العقد. بقيت كنتسنى انا في مدينه الخميسات مده تقريبا نقول لك ديال شي 36 ساعه، يعني من جوج النهار ديال يوم الخميس حتى الاربعاء العشيه كاع ربما ديال يوم الجمعه.